وتم الاتفاق بان غادي يكون واحد الدوريه ديال وزير التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه اللي غتوضح بان هذا التجميد في الحقيقه غادي يعلق كل الاجراءات اللي هي موجوده في النظام الاساسي الحالي واللي من غير موضوع واحد اللي هو مباراة التوظيف، لأن هذه المباراة التوظيف عندها علاقة بالدخول المدرسي المقبل وفتح المجال باش هذه الأساسي يلتحقوا في سبتمبر إن شاء الله.